انا هديكم امثله لفقه هذه المدرسه الان وكيف هي بتشق شويه على الناس. مثلا لا يجيز اخراج زكاه الفطر بالقيمه فلوس، لا. ليه؟ لان الحديث وارد، عبد الله بن عمر بيقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر او صاعا من بر او صاعا من شعير على الصغير والكبير من المسلمين، فيبقى لازم اطلع تمر او بر يعني قمح او شعير. سيدنا ابو حنيفه اجاز، وسيدنا عمر بن عبد العزيز اجاز، خامس الخلفاء الراشدين، راجل فقيه كبير. ليه؟ عملوا بقاعده مصلحه الفقير والتيسير على المنفق. يعني انا عايز اشجع الناس تطلع الزكاه، فعايز الايسر للمنفق، ايه الاسهل بالنسبه له، وفي نفس الوقت مصلحه الفقير فين. انا النهارده اروح للبواب بتاعي يوم العيد الصبح اقول له حامد جزاهم طيب، ده كيس قمح انا بليته بيه، هو لا عنده رحايا يطحن بيها ومراته تقع بقى تلت وتعجن وتخبز في الفرن، ما تديله 5 جنيه يجيب بيتي فور عيد. انا اقول لكم حاجه بس، يعني اللي منكم شاف المنظر ده في السعوديه يوم اللي رايح على صلاه العيد الصبح اللي يعمل بقى عمره رمضان العشر الاواخر، هتلاقي راجل اسف واحده ست سمره كده قاعده ومعاها زي طشت كبير وحاطه فيه بر او شعير حبوب، فانت بقى بتفرح الحمد لله لقيت حد اجيب منه الايه، فتشتري منها الصاع بتاع البر ده، كيس كده كبير بتكيلها كده بالصاع بالظبط الحمد لله، تاخده وانت ماشي بعد 5 متر تلاقي راجل اسمر قاعد عامل كده وهو جوزها، فتقول الحمد لله هطلع الزكاه بتاعت الفطر، وتقوم مديهوله. لو تراقب تلاقي ابنهم الصغير بياخد منه كيس بيروح يفرغه عند امه تاني في الايه؟ في الطشت، فهو نفس الكيس ده بيتباع في اليوم 5000 مره. زكاة الزروع، لا يجيز زكاة الزروع الا، وعلى فكره ده مذاهب كبيره، يعني مذهب الامام الشافعي والامام مالك، لا يجيز زكاة الزرع الا في القوت المدخر. يعني ايه؟ لازم يكون الزرع ده حاجه بتتاكل وبتدخر، يعني مفيش زكاة زرع في الخضار، لازم يكون الحبوب والحاجات دي. بس ده كلام خطير، معناها ان اللي هيطلع الزكاة عيني 5% او 10% اللي بيزرع بالامطار هو الفلاح الغلبان اللي عنده نص فدان زرع ورز، انما المليونير اللي عنده مزارع المطاط والكاكاو والقطن مش هيطلع حاجة. ايه ده؟ هنا ابو حنيفة قال لك لا، كل زرع بيطلع من الارض هيطلع عنه زكاة، وقال لك سورة الانعام بتقول 141 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. بس جنات دي تشمل كل حاجة. الفرق بقى بين العلماء الأوائل وعلماء النهاردة، عالم النهارده يحاول ينتصر للمذهب بتاعه يقول لك لا بس ابو حنيفه هنا غلطان عشانه بتاع. الامام المالكي، امام المالكيه في عصره ابو بكر ابن العربي، ابن العربي مش ابن عربي عشان ما حدش يقول بس ده بيكتل ابن عربي، ابن العربي، تلاقي ابن العربي اقرا ابن عربي. المهم نصر مذهب ابو حنيفه وقال ايه؟ قال اما ابو حنيفه فجعل الايه مرآته فأبصر الحق وانتصر لرأي أبو حنيفة على رأي الإمام مالك اللي هو أصلا ساعتها كان إمام المالكي. هو ده يا جماعة، عايزين نبحث عن الحق مش عايزين نبحث عن عن الانتصار. أنا هنا الحقيقة في آية في الكتاب المقدس بحب أقولها، وبعتقد أن الآية دي يعني من الآيات الحقيقية، ابحثوا عن الحقيقة والحقيقة سوف تحرركم. Seek the truth and the truth shall set you free. هو ده، عايزين نبحث عن الحق مش عن الانتصار.